في الجنة نحن كهاتين، نكفل أيتام الأبوين، نحظى ونفوز بصحبته ونرى الهادي رأي العين. قصص من تاريخ تروى، أيتام قد ذاقوا البلوى. قصص من تاريخ تروى، أيتام قد ذاقوا البلوى. لم تخبو قط عزائمهم، بل كانوا للعالم سلوى. لم تخبو قط عزائمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم أحبتي من جديد، وأنتم بإذن الله في صحة وعافية وسلامة ورزق وصحة، وبإذن الله في سعادة. يا رب إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء، وتحفظنا من الشقاء واللأواء والضراء، وتجعلنا في صحة ونعماء، وتحفظنا البيوت والأبناء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا ولاة أمرنا والعلماء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء الأصفياء. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. لازلنا أيها الكرام أبناء الكرام نتحدث عن أولئك الرجال والنساء الأيتام الذين كانوا في تاريخ هذه الأمة لهم بصمة، نعم لهم وقفة، لهم تاريخ جميل جليل، لهم حقيقة حكايات وروايات وأفعال وأعمال لها أثر على أمة الإسلام. منهم العلماء، منهم الأطباء، منهم الأدباء، منهم الشعراء، منهم أيضا التجار والأغنياء. أو هؤلاء الأيتام حقيقة تاريخ، وهم حقيقة من ضمن هذا المجتمع، جزء من المجتمع. أي مجتمع؟ مجتمع أمة الإسلام. ومتى اعتنينا بالأيتام كان ذلك سبب من أسباب صيانة وكذلك حفظ هذه الأمة، لأن اليتيم يحتاج إلى أن نقويه، نعم يقويه بأن نعتني به. كل مسلم لليتيم أب، وكل مسلمة لليتيم أم، نعم وإن كنت بعيدة عنه. بماذا؟ بدعمك، ببذلك، بعطائك، ببذلك، بعطائك، بدعمك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافي اليتيم كهاتين، أي في الجنة، أي في الجنة. هنا حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة. طيب إيش دخل هذا بالأيتام؟ سنعرف الآن، لا تعجلوا علي. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة أخو النبي بالرضاع، حمزة استشهد يوم أحد، ترك بنية قيل أن اسمها أمامة. لما كانوا في عمرة القضاء، في عمرة القضاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة يأتيه علي وهو يحمل أمامة، قال يا رسول الله هذه أمامة بنت عمي حمزة يا رسول الله هي لي، يعني يريد حضانتها، يريد كفالتها، يريد العناية بهذه اليتيمة. فتنازع فيها ثلاث، من هم؟ جعفر بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة. طيب ما علاقة زيد بحمزة؟ كان أخوه في الإسلام في مكة، آخر النبي بينه وبين حمزة، يعني كان حمزة يعتني بزيد ويقوم على حفظه والعناية به وسلامته، كما كان خباب بن الأرت عند سعيد بن زيد، وكذلك بلال. هنا قال زيد يا رسول الله هي بنت أخي، يعني أخوه في الإسلام. قال جعفر هي بنت عمي وخالتها عندي، يعني زوجتي. قال علي هي بنت عمي وبنت رسول الله عندي. وكل واحد حجة قوية عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لجعفر لأن الخال بمنزلة الأم،
يا الله، الخالة بمنزلة إيش؟ الأم. يا أيها الخال، يا أيتها الخالة، كوني بمنزلة الأم لليتيم. ثم قال لي علي: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد: أنت أخونا مولانا. وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي. وانتهى الموضوع على أن أمامة بنت حمزة تكون في رعاية وعناية من؟ جعفر بن أبي طالب، التي خالتها أسماء بنت عميس. خالتها من؟ لأن سلمى أختها زوجة حمزة. هل انتهت القصة بهذا اليتيمة؟ لا. لما كبرت زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو سلمة. زوجها سلمة. سلمة لماذا؟ لأن سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمها، أم سلمة. من هي؟ أم سلمة. فلما زوج أمامة لسلمة قال: هل رأيتموني أني كافأته؟ لماذا؟ لأنه زوجه أمه، أم سلمة. أبو سلمة كان أخو النبي بالرضاع، فأراد النبي أن يعتني بأيتام أبو سلمة، فتزوج أم سلمة. من الذي عقد له؟ سلمة. فكافأه النبي بأن زوجه بنت حمزة. يا الله، شوفوا الإسلام كله تكافل، كله تكاتف، كله عناية، كله حفظ. هذا يتزوج هذه وهذه تتزوج هذا. ماذا؟ ليس المقصد شهوانيا، لا والله، إنما المقصد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. بماذا؟ بالسهر والحمى. فلما زوج النبي بنت حمزة اليتيمة لسلمة الذي كان يتيما قال: هل رأيتمون أني كافأته وجزيته؟ بماذا؟ لأنه هو الذي عقد لأمه للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه. ولا تنسوا الفضل بينكم، ما أجمل أن نكون كما أراد الله تعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ننسى الفضل بيننا وأن نكافئ وأن نجازي من أحسن إلينا. واليتيم أيها الأحبة بين ظهرانينا يحتاج أن نكون معه. كيف نكون معه؟ بإعانته، بالنفقة عليه، العناية بعلمه، بأخلاقه، من خلال العناية بهذه الجمعيات التي تعتني بهم. وإن لم يكونوا في بيوتنا، لكن هم في هذه البيوت التابعة للجمعية أو في بيوتهم تقوم الجمعية بالعناية بهم، كل ذلك يدخل تحت أنا وكافل اليتيم كهاتين. كل ذلك يدخل أنك تكون رفيق النبي في الجنة. كل ذلك يكون متى كنت معهم ولهم وعونا لهم، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من كان في سبب في هذا اللقاء خير الجزاء. اللهم إنا نسألك أن تقبلنا ولا تردنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العتقاء السعداء، احفظنا من الشقاء واللأواء والضراء، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل حزن سعادة ومن كل دين قضاء ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء، إنك على ذلك قدير. اللهم يا من رحمة وسعت كل شيء ارحمنا، يا من يحب العفو اعف عنا. أسألك يا الله من العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن رزق أوسعه، ومن العلم أنفعه، ومن الولد أصلحه، ومن الصحة تمامها، ومن العافية دوامها. اللهم ارحم واغفر لمن مات من آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ولاة أمرنا، واجعلهم يا الله في أمانك وضمانك وإحسانك، واجمعنا بهم في الجنة على سرر متقابلين.
احفظ بلادنا، أرضنا، حدودنا، قادتنا وقيادتنا ورجال أمننا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. من تاريخ تروى أيتام قد ذاقوا البلوى، قصص من تاريخ تروى أيتام قد ذاقوا البلوى، لم تخبو قط عزائم.